السلام عليكم. عايز اتكلم في سلسلة هبقى تابعها ان شاء الله، عن المشاكل اللي بتحصل مع الأدوية النفسية. حاجة أولية في التعامل مع الأدوية النفسية اللي انت تبقى عارف مشاكلها قبل ما تعرف الانديكيشنز. الحاجة التانية برضك اللي بحب اقولها، اللي انت تعرف امتى توقف الأدوية النفسية نتيجة مشاكلها او اللي العيان مش بيستفيد بيها. لان احنا عندنا مشكلتين كبار في الطب النفسي، إن الناس بتكتب الأدوية وما بتفكرش غير في الفاعلية بتاعتها والإفكاسي بس، نتيجة مثلا تأثر بالريكومنديشنز أو بالجايد لاينز أو بكلام شركات الأدوية، لأن طبعا أغلب الجايد لاينز أو ريكومنديشنز أو كده مش وظيفتها اللي تتكلم على الأدفيرس إفكتس أو السايد إفكتس بتاعت الأدوية أو مشاكلها. بتعتمد ان ده جزء من الخدمة الطبية ومن الرعاية الطبية اللي هو الاساسي، تمام، مش بيحتاج يكلمك عنه. فدي نقطة. النقطة التانية اللي دايما عندنا مشكلة فيها، اللي احنا بنبتدي الدواء للعيان وما بنعرفش امتى نوقفه. ممكن يقعد عليه سنين، يقعد عليه سنة اتنين تلاتة. ولما كنت دايما في العيادة في العباسية كنت بعتبر دايما وظيفتي اللي انا اوقف ادوية، ما بعملش اكتر من كده. يعني كل انا اشوف اقعد اوقف، وازاي اسحب الدواء طبعا، وازاي اسحبه بالراحه، وازاي اسحبه على مده، وازاي اشيل الدواء اللي ملوش لازمه. فدايما تسال نفسك السؤالين دول مع كل دواء نفسي هتكتبه: ازاي تعرف مشاكله، ازاي تتعامل معاها، وقبل ما تعرف مشاكله ازاي تعرف الريسك فاكتور بتاعها. ودي حاجه مهمه عايز زمايلي يبتدي يتعودوها من دلوقتي، ان اي دواء تسمع عنه مشكله، اي مشكله، اكاثيزيا، اي بي اس، هايبربروتينيميا، برولونج كيوتي انترفال، اول حاجه تسال نفسك ايه الريسك فاكتورز بتاعت المشكله دي. يعني المشكله دي تحصل في مين؟ يعني انا مثلا هاخد دلوقتي فلوكستين، هل هيحصل لي هايبرناترينيا او هيحصل لي برولونج كيوتي انترفال؟ احنا عارفين كلنا الاثنين، او هيحصل لي اي بي اس، كل ده بيحصل بعد فلوكستين. الاجابه لازم يكون في ريسك فاكتورز معينه، دي لازم كل الدكاتره تتعلمها، لان الريسك فاكتورز دي تكون حاجات كلينيكال. يعني مثلا لما اقول لك لو واحد مثلا ميدل ايج او اولد ايج خد الفلوكستين يبقى معرض اكتر ليحصل له الهايبرناترين. لو حد مثلا يانج ايج وجرعات عاليه بسرعه، وبالذات لو ميل، يبقى معرض يحصل له الاي بي اس اكتر، وهكذا. لو حد مثلا كاردياك او عنده هيستوري اوف مثلا كونجينيتال كاردياك بروبلمز، يبقى معرض يحصل له اكتر البرولونج كيوتي انترفال. يبقى اول حاجه تعرف الريسك فاكتورز بتاعت كل سايد افكت عندنا او ادفيرس افكت. وده طبعا موضوع كبير ما اقدرش اتكلم فيه، ده شغل كل واحد هيعمله، ان هو يدور ايه الريسك فاكتور بتاعت كل حاجه بتقابله. تاني حاجه تعرف ازاي تشخصها. يعني تسمع مثلا عنده هايبربرولاكتينيميا، يبقى ازاي اشوفها في التحليل. عنده برولونجد كيو تي انتر، ازاي اعرفها. اللي عنده ديستوري، عنده اكاثيزيا، ازاي اعرفها. ازاي اعرفها من حاجات السايكوجينيك، تمام. السؤال الثالث، ازاي اتعامل معاها، ازاي مانج، وامتى اوقف الدواء، وهل هو الصح اللي توقف الدواء كل مره، ولا ممكن الكلام ده مش صح. طبعا كل عام بيستفيد من الدواء، وانت وصلت الدواء ده بعد فتره معينه ما ينفعش توقفه، ولا في علامات معينه تخليك توقف الدواء. كل دي اسئله، ثلاث اسئله هتجاوب عنهم في كل مشكله تقابلك مع الدواء. في ناس طبعا بتريح نفسها من كل ده وعندها طريقتين. الطريقه المشهوره اللي هي الافويدنس بيهيفير، اللي هو الدواء اللي بيعمل مشاكل يبعد عنه. طبعا ده كلام مش صحيح، لان هو بس هو مجرد بيعتمد على جهله بعض المشاكل وبعض المشاكل لا، لانه مفيش دواء ما بيعملش مشكله. فانت مثلا لو انت شايف اللي انت هتبعد، مثلا انا هبعد عن اللاموتريجين عشان بيعمل ريش، تمام، ومش هكتب لاموتريجين لاي عيانين، ماشي، مفيش مشكله. بس اي دواء هتكتبه هو بيعمل مشكله تانية انت مش عارفها، فهو هنا بيعتمد على جهله اللي هو مش عارف المشكله التانية. يعني انت مثلا هتكتب ديباكين، فالديباكين ليه مشاكل على الليفر، ليه مشاكل على الحوامل، ليه مشاكل مثلا على الليرنينج ابيليتيز، ومشاكل كبيره مش صغيره، تمام. بعضها حاجات فيتال زي الفيتال هيباتايتس اللي بتحصل معاها. فانت هنا بتعتمد اللي انت بس عارف حاجه ومش عارف حاجه تانية. فاذا افويدنس بيفر مش هينفع، دي اول طريقه الناس بتستخدمها. ينفع في حاله واحده، لو انت مش هتكتب ادويه نفسيه خالص، وده ساعتها احترمك واحطك فوق راسي من فوق، اللي ساعتها تبقى انت راجل محترم عارف اللي انت مش قادر تتعامل مع الادويه النفسيه ومشاكلها. فبالتالي تعمل مثلا بحاجات مكملات غذائيه، هتكتب له فوليك اسيد، هتكتب له مثلا فيتامين بي مع السايكوثيرابي مع الجروب ثيرابي، ده كلام محترم وانا يعني احترمك تماما، واي حد بيعمل كده، في ناس كده في العالم، ده فوق راسنا من فوق.
لان هو عارف امكانياته وعارف ازاي ما يضرش المريض. لكن حد هيدعي ان في دواء بيعمل مشكله دواء بيعملش فانا اختار الدواء الامن، طبعا يبقى هو مش فاهم لان كل دواء ليه مشاكله، بس هي الفكره ازاي تتعامل معاه. الطريقه الثانيه اللي الناس بتسلكها للتعامل مع المشكله دي اللي هي تدي سب دوزز، ودي برضك مش هتنفع في كل الحالات لان مش كل الادفيرس افكتس او سايد افكتس دوز ريليتد، مش كلها دوز ريليتد، في حاجات تايم ريليتد ليها علاقه بالتايم، زي مثلا تارديف ديسكاينيزيا هتحصل لك بعد شهرين ثلاثه، او زي الاي بي اس بتحصل في اول العلاج بغض النظر عن الدوز. يعني لما نيجي نقرا في علم الادفيرس افكتس او سايد افكتس بتتقسم انواع الادفيرس افكتس، في حاجات تايم ريليتد، في حاجات دوز ريليتد، في حاجات ايديوسينكراتيك، في حاجات كرونيك، في حاجات مثلا ليها علاقه بالحساسيه. فالادفيرس افكتس بتاعت الادويه هي انواع، هي انواع، هي مش كلها حاجه واحده. يعني مثلا اي بي اس هي مالهاش علاقه بالدوز، هي ليها علاقه بالتايم، ان انت لما بتبتدي الدواء في خلال مثلا اسبوع او اسبوعين معرض المريض يحصل له اي بي اس. ولو افترضنا مريض ماشي على دواء بقاله مثلا 10 سنين وانت جيت تعلي الجرعه معرض هنا يحصل له اي بي اس الفتره اللي بتعلي فيها الدواء، او بتنقله مثلا من اورال لانجكشن معرض، يبقى هنا تايم فريم مش دوز ريليتد، مش زي مثلا اكاثيزيا. الاكاثيزيا هي الاثنين، هي تايم ريليتد ودوز ريليتد، مش زي التارديف ديسكاينيزا هي تايم ريليتد ليها علاقه بالوقت، اللي هو عنده بياخد مثلا انتسايكوتيك بقاله 3 شهور بقاله 6 شهور. طبعا مع الريسك فاكتورز اللي احنا قلنا هندور عنها ونبحث عنها، فدي حاجه. فاذا الطرق بتاعت الافويدنس فيبر كلها طرق اثبتت فشلها. هو طالما انت هتكتب ادويه لازم تبقى دكتور، مش عايز تمتلك الخلفيه الطبيه وتبقى ما تمارسش طب يبقى ما تكتبش الدواء. تمام. طيب النهارده انا هتكلم على اثنين بس من الادفيرس افكتس، وطبعا يعني حته فلسفيه ليه بنقول ادفيرس افكتس وسايد افكتس. السايد افكت هي كلمه متحيزه شويه صنعتها شركات الادويه زمان، طبعا ان احنا عندنا افكت وسايد افكت، طبعا هم كذابين، هو في الاخر الماده دي بتخش الجسم بتعمل كل الحاجات دي، منها حاجات ثيرابيوتيك افكتس وحاجات ادفيرس افكتس، لكن هي مش سايد افكت باي حال من الاحوال. هو الدواء ده بيخش هيعمل الاسهال، هيعمل البرولونجد كيو تي انترفال، زي ما هيحسن النوم وهيحسن المود، هي كلها افكتس للدواء. فعشان كده حاليا فلسفيا يعني الكلمه الادق هي ادفيرس افكتس، وان كان الناس كتير مش بتلتزم بيها، بس هي الكلمه الادق لان كلمه سايد افكتس فيها تحيز معرفي شويه. طيب انا هتكلم على اثنين بس من ادفيرس افكتس، هو الاورثوستاسيس والدراج ايربشنز، لان دي ليها علاقه بالكلينيكال اكزامينيشن بتاعك. يعني كدكتور، انت كدكتور بترعى المريض سواء في عياده او في مستشفى لازم تقوم تفحصه. الاورثوستاسيس ببساطه بيحصل مع ادويه كتير، الحاجات اللي بتقفل الالفا ريسبتورز زي مثلا تيبيكال انتسايكوتكس كتير منهم، مثلا زي الكلوبرومازين، وعندنا مثلا حاجات في الاتيبيكال زي الريسبريدون والكوتابين والكلوزابين. وعموما كقاعده اي دواء تلاقي فيه تايتريشن تعرف انه بيعمل الحركه دي، عشان كده انت بتحاول تعمل زي يعني اكوموديشن للريسبتور اللي انت تطلع بالراحه. الاورثوستاتيك في عندنا هايبوتنشن اورثوستاتيك تاكيكارديا. الاورثوستاتيك هايبوتنشن هو ده المور سنسيتيف، هو ده المور سنسيتيف اللي بيقول لك اللي فيه مشكله، وهو عباره طبعا ببساطه اللي تقيس الضغط العام وهو قاعد او نايم، وبعد كده يقف دقيقه او دقيقتين، يعني دي من دقيقه او دقيقتين، لو اكتر من دقيقتين يبقى احسن، وتقيس الضغط. اذا لقيت الضغط نزل عن 20 دي شور اورثوستاتيك هايبوتنشن، ملهاش تعريف ثابت قوي، ممكن من 10 ل 20 مقبول، لان الموضوع فيه خلاف كبير يعني، وعلى حسب سيستوليك ولا دايستوليك، فيها تفاصيل طبعا تدور عليها. انا شخصيا اقل من 10 بعتبر اورثوستاتيك هايبوتنشن، يعني الضغط نزل اقل من 10. الاورثوستاتيك تاكيكارديا دي مهمه جدا، وحاجه يعني ليها اهميه كلينيكيه هقول لكم عليها، ان العيان بعد ما يقوم يقف الهارت ريت بتاعه يزيد اكتر من 10 او اكتر من 20. كتب القلب بتقول اكتر من 30، عشان هم عندهم حاجه اسمها بوستشر اورثوستاتيك تاكيكارديا سندروم، بس احنا مالناش دعوه بالكلام ده، لان احنا عندنا مشكله تقابلنا في العيانين النفسيين بنستفيد بقى بموضوع الاورثوستاتيك تاكيكارديا ده هقول لكم عليها دلوقتي. مفروض اللي انت تقيس الاثنين، بس احنا دايما بنستسهل، او انا شخصيا بستسهل الاورثوستاتيك تاكيكارديا على اساس هي اسرع اقدر اقيسها بسرعه. وطبعا عشان احنا اغلب المستشفيات عندنا في مصر الاجهزه القديمه اللي انت لازم جهاز الضغط اليدوي فتقوم وتمسك، فبتبقى صعبه طبعا شويه، غير المستشفيات بره في العالم او بعض المستشفيات في مصر خلاص بقت الاجهزه الالكترونيه، فسهل العيان يقوم يقف. حتى مره كنت بتكلم مع دكتور امريكي في الموضوع دوت،
بقول له هل نقدر ناخد الاورثوستاتيك تاكي كارديا كبروكسي على الاورثوستاتيك هايبرتنشن؟ فبص لي كده وضحك، هو مش متخيل انا ليه بسال السؤال ده، كنت قاعد معاه يعني بساله. فنظام بيقول لي ليه يعني، عايز يقول لي ليه. قلت له لا انا اقول لك ليه، قلت له احنا اغلب المستشفيات ما عندهاش الجهاز الاوتوماتيك اللي انا اقدر اقوم العيان وافضل الكاف محطوط على ايده. قلت له احنا اغلب المستشفيات جهاز مانيوال، فانا العيان هيقوم يقف وانا هقوم اقف جنبه او احط الجهاز على ترابيزه او. فقلت له الموضوع مش سهل، احنا في بلد فقيره ما. فطبعا كانت الاجابه قال لي لا، لان طبعا بعض الاورثوستاتيك تاكي كارديا معهاش اورثوستاتيك هايبوتنشن، فهي مش جود بروكسي للتشخيص. وان كان هي ليها حته دي اللي انا عايز انبهكم عليها، وبس انا بستخدمها كتير، ان في حاجه اسمها الهايبوفوليميا او باللفظ البلدي الديهايدريشن. كتير من العيانين بتوعنا بيكون داخلين لنا بالذات في الام بيشنت مش واكلين، نتيجه مثلا ديبريشن، سايكوزيس، كاتاتونيا، مش واكلين ومع عدم الاكل دوت في اجيتيشن وفي ريزيستنس، فبتبتدي تديله سيديشن وبينام اكتر. فبقى هنا عندك مشكلتين، ان واحد مش بياكل وانت عملت له سيديشن، فانت في مشكلتين، هو اصلا جاي لك هايبوفوليميك ومال نارشت، وانت رحت مدخله في حاجات اورثوستاسيس سواء اورثوستاتيك هايبوتنشن او تاكي كارديا. العيانين دول بقى على اخر النهار لو جيت قومتهم وقست البلس وهو نايم وهو واقف ولقيته معدي ال 10 او ال 20 وبالذات ال 20 فرق اكتر من 20، تعرف عنده دخل في هايبوفوليميا. كتب البطنه المتخصصه لما تنكش في المعلومه تدور فيها 20% من الاكسترا سيرف فلويد بتاعه از لوست، يعني العيان ده فاقد اكتر من 20% من الاي سي اف بتاعه، يعني العيان ده ديهايدريتد او محتاج ميه او محتاج محاليل او محتاج ياكل او محتاج يشرب. الساين دي عند دكاتره البطنه اسمها تيلت ساين او تيلت تيست، دي مهمه جدا لدكاتره السايكاتري. وكنت طول عمري في العباسيه اعلم زمايلي موضوع التيلت تيست ده، لو حد كان معايا هتلاقيه سمع مني الكلمه قبل كده، لان الكلمه دي مش مشهوره، كلمه تيلت تيست يعني حتى لو دورت في كتب البطنه الجديده مش هتلاقيها، هتلاقيها في كتب البطنه القديمه الكلينيكال زي تشامبرلين والحاجات الكلينيكال اكتر. التيل تيست هو مهم جدا لدكاتره السايكاتري اللي هم يقدروا يعرفوا العيان الهايبوفوليميك او العيان الديهايدريتد من العيان اللي مش ديهايدريتد، اللي انت وهو ببساطه عباره عن اورثوستاتيك تاكي كارديا اكتر من 10 او اكتر من 20. انا شخصيا ببقى متحفظ، فمن اول 10 ببتدي اتصرف، ببقى عارف ان انا عندي مشكله مع الادويه، عندي مشكله مع اكل العيان، وهي لا تتقابل مع الاورثوستاتيك هايبوتنشن، قد تكون موجود معاها قد لا تكون موجود معاها. يعني شفنا كده كتير، شفنا عيانين عندهم اورثوستاتيك تاكي كارديا without اورثوستاتيك هايبوتنشن، وعيانين عندهم اورثوستاتيك تاكي كارديا مع اورثوستاتيك هايبوتنشن. فعشان كده الدكتور اللي سالته كان مستغرب جدا لما بساله السؤال ده، بس انا فهمته ليه، اللي احنا في دول فقيره متخلفه وعندنا دكاتره كتير في الطب النفسي متخليه تماما عن الخلفيه الطبيه، هو ملوش دعوه بالمريض، هو مجرد يكتب انتسايكوتيك وانتبريسنت، ولا عمره يقوم يفحصه ولا عمره يبص في تحليل ولا يبص في رسم قلب، بيعتبر ده مش وظيفته. ودي طبعا مشكله، وهي مشكله اخلاقيه اكتر منها مشكله فنيه، لان اذا كنت انت عارف ان انت انكومبتنت في التعامل مع الادويه دي ما تكتبهاش لو سمحت، ده كلام واضح، لان هي ادويه نوت سيف، احنا ما عندناش دواء سيف، واي حد يدعي غير كده فهو كاذب، ويبقى هو مجرد بس بيعتمد على جهله ببعض السايد افكتس وبعضها لا. يعني مثلا الكارديوتوكسيستي اللي بتحصل مع الريتالين هي اعلى بكتير احصائيا من الكارديوتوكسيستي اللي بتحصل مع الانتي سيركوتيك والانتي ديبريسن، فهي بس الناس بتعتمد على الجهل، ان هم بيعتبروا الريتالين سيف في الاطفال. لا، لو بحثت احصائيا كويس هي الكارديوتوكسيستي اللي بتحصل رقميا واحصائيا بس محدش بيكتشفها. تمام؟ فده مش موضوعنا. طيب فهنا يبقى الاورثوستاسيس لازم تعرف ازاي تكتشف سواء كان اورثوستاتيك هايبوتنشن او تاكي كارديا، وده حاجه مهمه جدا. والتلتست الحاجه الثانيه اللي هتكلم عنها النهارده موضوع الدراج اوبشنز. تمام؟ الدراج اوبشنز طبعا دي كلمه كبيره، اللي هي الكلمه كلينيكال، اللي انت لما بتحتاج تطلب كونسلتيشن من زميلك في الجلد تقول له انا عنده دراج اوبشن. واهم دوايين طبعا معاهم دراج اوبشنز عندنا الكربامازيبين، اللاموتريجين، الاثنين مودي ستابلايزر، الاثنين بنحتاجهم في البايبولر، بنحتاجهم في الستات اكتر عشان طبعا التراتوجينيست بتاعتهم اقل. الفالبرويت ممنوع خلاص يعني من الاخر، يعني التوصيات العالميه كلها اللي هو ممنوع تستخدمه في واحده ست وبالذات لو حامل، مشاكله كتيره جدا 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 وليه علاقه بالاي كيو بتاع الطفل بعد كده.
طيب دراج اوبشنز، الدراج اوبشنز ليها تكه دي اللي انا عايز افهمها للناس، حاجتين اساسيه اللي هو الديستريبيوشن بتاعها، الحجم بتاعها ده رقم واحد، كام في المية من الجسم عليه دراج اوبشنز لازم تقدر تحسبه، هقول لك ازاي تحسبه. الحاجه الثانيه دراج اوبشنز ده معاه سيستميك سيمتومز ولا لا، يعني معاه فيفر، معاه دايريا، معاه مثلا مثلا هايبوتنشن، معاه تاكيكارديا، معاه ديليريوم، معاه مثلا لاب فايندنج زي الليفر انزيمز عاليه، الايزوفيليك عاليه، يعني معاه سيستميك سيمتومز ولا لا. دول النقطتين الاساسيين في الدراج اوبشنز اللي انت تقدر تحدد التوزيع بتاعته في الجسم، واللي تقدر تحدد هو سيمبل ولا كومبلكس. طب نبتدي باول واحده. اول حاجه التوزيع بتاعته في الجسم، لو حد اشتغل حروق، لما كنا في قسم الحروق وانا في امتياز عندنا في اسكندريه، كان يعلمونا الرول اوف ناينز. الرول اوف ناينز اللي الدراع 9%، الدراع الثاني 9%، الترنك من قدام 18، الترنك من ورا 18، الراس 9%، كل رجل 18%، البرينيوم 1%. دول كده لو حسبتهم بيطلعوا 100%. فالترنك من قدام 18%، فمثلا لو افترضنا فرضا نظريا، لو لقيت الراش على الترنك كله من قدام، فالعند عنده راش 18% من جسمه. لو لقيته مثلا نظريا في دراع واحد فهو 8% 9% من جسمه، اسمها رول اوف ناينز. طبعا رول اوف ناينز ساعات ما بتقدرش تستخدمها قوي، لان الراش بيبقى متوزع في كذا حته، يعني انت لما تيجي تفحص المريض تلاقي الراش مثلا في حته هنا وحته هنا وحته هنا وحته هنا. تيجي الرول الثانيه الاسهل لنا ولينا كلنا، هي كف الايد، ان كف الايد بتاع البني ادم هو 1% من مساحه جسمه. فانت كانك بتتخيل كف ايد الانسان وتقيس بيها بتاعت المريض، ادي كده 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، 6%، قدرت تقيس نسبه الراش في جسمه كله. ليه؟ لان النسبه دي ليها علاقه بالتشخيص. النسبه ديت لو هي اقل من 10% هي دي الستيفن جونسون سيندروم، يعني هي دي الستيفن جونسون سيندروم، هو راش اقل من 10%. النسبه دي لو اكتر من 10%، يعني مثلا لقيتها موجوده قدامه ورا اكتر من 10% لغايه 30%، فدي حاجه اسمها اوفرلاب بتوين الستيفن جونسون سيندروم والتوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. اكتر من 30% هي توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس اللي هي تي اي ان او التام. فكأن عندك ستيفن جونسون التن وفي بينهم اريا اوفرلاب. ستيفن جونسون اقل من 10%، التن اكتر من 30%، من 10 ل 30% هو اوفرلاب بين ستيفن جونسون والتن. طبعا التن فيتال، ستيفن جونسون اس فيتال برضه، بس الفكره واحده اكتر من الثانيه وتدوروا طبعا فيه. العيان لو وصل لك تن، ودي شفتها مره في العباسيه من بنت خدت لابوتريشين وكانت جالنا اكتر من 50% كمان، وحولناها طبعا على الدمرداش ودخلت اتحجزت في الاي سي والحمد لله عدت، يعني الحمد لله كانت طفله صغيره. هنا لازم هتوقف الدواء، لان يعني دي من الحاجات اللي ما فيهاش هزار، لان في عيانين بيجوا متاخر، في عيانين بيجوا متاخر. فهنا النسبه دي بتعرفك انت هتعمل ايه. فنراجعها تاني، السبيكتروم هو بيبتدي من اول اصلا الدراج اوبشنز، في حاجه اسمها الفيما ماتيفورم اللي هو سنجل ليجنز لوحدها كده متفرطه، دي اقل حتى من ستيفن جونسون سيندروم. فعشان كده في ناس بتسمي ستيفن جونسون سيندروم، لو سمعتوا الاسم ده في كتب السيكاتريك، الفيما ماتيفورم ميجور، كان في الفيما ماتيفورم ماينور اللي هو الراش العادي البلدي اللي بيحصل مع البنسلين وكده. فالراش بيبتدي بياخد سبيكتروم، لازم تبقى لقطه من الاول ما تستناهوش، يعني هو هيبتدي سبيكتروم سنجل مالتيبل ليجنز، بعد كده يبقى ستيفن جونسون، بعد كده يبقى ستيفن جونسون 10، بعد كده يبقى 10. تمام، هتعرفه عن طريق المساحه، والمساحه تعرفها يا اما القياس بالايد اللي هي 1% او الرول اوف ناينز، الدراع 9، كل دراع 9، ترنك من قدام 18 مره 18، الراس والرقبه 18، كل رجل 18، البرينيوم 1. طيب يبقى دي اول سؤال، ازاي مساحه الراش في الجسم. انا طبعا مش هتكلم في شكل الراش، ده عايز شغل جلديه وده مش شغلنا، اللي هو ماكيلو بابيولر ولا تارجت ليجن. اللي عايز يتعلم الكلام ده موجود، سهل تعلمه على النت، سهل تتفرج على يوتيوب وتتعلمه، سهل تقرا مقاله محترمه، بس ده مش هوجه ليه حد. دي قد تكون حاجه
كل واحد يحب يتعلم حاجة طبية كده ليه ماشي، لكن اللي مش حابب ان انت ما تعلموش انت ما تعرفش نسبة الريش. لازم تعرف نسبة الريش كام في المية الريش، لان هو ده اللي هيقول لك السيفيريتي بتاعت العين وتوقف الدواء ولا لا. طب تاني سؤال، العين ده معاه simple drug eruptions ولا complex drug eruptions؟ simple drug eruptions يعني drug eruption بلدي معهوش اي حاجة تانية، مجرد drug eruption طالع، ولا معاه دايريا ولا معاه hypotension ولا معاه fever ولا معاه tachycardia ولا معاه lab findings، معهوش مثلا mucosal involvement في الماوث ولا ulcers، معهوش هرش مثلا، لان الريش غير الارتكاريا، اللي طبعا الارتكاريا هتدخلك في حاجات تانية زي الانافيلاكسس وكده. فالعيان السيمبل ريش مش هتوقف له الدواء، هتتابع وتشوف وتقيس التحاليل بسرعه وتتابع، مش هتوقف الدواء بسرعه. لان في عيانين كتير بيحصل لهم سيمبل ريش في اول يومين او في اول اسبوعين وبيروح لحاله، وحصل مع اللاموتريجين. ففي فرق بين السيمبل ريش والكومبلكس ريش. كومبلكس ريش يعني توقف الدواء فش هزار، يبقى لازم نتعلم يعني ايه كومبلكس ريش، ندور عليها في الكتب ونفهمها، مش هتاخدها من الفيديو بتاعي. ما هي الكلينيكال ساينز او اللاب ساينز اللي لما تشوفها فريش او دراج اوبشنز وده كومبلكس ريش ولازم الدواء يتوقف فورا؟ انا قلت لكم بعضها. طيب وطبعا واحده منهم كونفيوجن، يعني يبقى كونفيوزد او يحس ان هو مليز مش قادر ياكل وكده. في واحده من الكومبلكس ريش سيندرومز غير ستيفن جونسون وغير التن ظهرت بقى لها فتره بتتوصف، بقى لها حوالي 3 4 سنين بتتوصف مع الادويه النفسيه. انا شخصيا ما شفتهاش بس طبعا قريت عنها كتير. حاجه اسمها دريس، والدريس هي اختصار دراج اوبشنز وذ ايزينوفيليا اند سيستميك سيمتومز، يعني عباره عن دراج اوبشنز تيجي تقيس التحليل تلاقي الايزينوفيليا عاليه جدا، تلاقي الايزينوفيلز عاليين ومعاه سيستميك سيمتومز اي واحده من الاثنين. الدريس سيندروم، الدريس سيندروم اتوصفت مع الانتي سايكوتكس، اتوصفت مع الاس ار اي موجوده فتعرفوها. يبقى اذا لما يكون عيان عنده ريش والايزينوفيليا عاليه ده عنده دريس، إزينوفيليا عالية ومعاه فيفر، إزينوفيليا عالية ومعاه مثلا أورال أرسر، إزينوفيليا عالية ومعاه فيفر، يعني اقروا عن التريس. يبقى النهاردة عرفنا اللي فيه التوزيع بتاعت الريش، عرفنا ازاي نقيسها، عرفنا السبيكترم بتاعها من أول الإريثيما مالتيفورم العادية لغاية التن ومرورا بالتريس. تمام؟ طيب هنا لازم الواحد يبقى ذكي شوية، يعني كلينيكال. طول انا اعرف كل العك اللي انت تقوله ده بنيه، وانت عندك عقده في الطب وبتعرف حاجات صعبه ماشي انا معاك. اسال العيان في الهيستوري حتى على الاقل عنده هيستوري اوف دراج ريش ولا لا، حتى من ادويه تانية. يعني ثبت بالدراسات ان العيانين اللي عندهم دراج ريش مثلا مع البنسلين او مع الامبسلين او مع الادويه الجنرال بيحصل لهم ريش مع ادويه نفسيه. ان العيانين اللي في الاسر بتاعتهم في ريش، لان ده ليه علاقه بال HLA antigens، بيحصل لهم ريش. ان العيانين اللي عندهم اصلا برونكيال ازمه اصلا بيحصل لهم ريش بسهوله. العيانين اللي عندهم allergic rhinitis، عندهم skin allergy. عشان كده السؤال بتاع الحساسيه في كل السايكاتريك هيستوري هو سؤال ثابت، بس محدش بيساله. عمرك ما هتفتح كتاب في الميديكال هيستوري او السايكات مش هتلاقي فيه سؤال الحساسيه، مستحيل، لانه هو سؤال مهم. انت عندك حساسيه من اي دواء؟ عندك حساسيه من اي اكل؟ عندك حساسيه من حاجه قبل كده حصلت معاك؟ في حد في اسرتك عنده حساسيه؟ السؤال ده مهم على الاقل، على الاقل خالص لازم تساله المريض انت ناوي تكتب له لابوتريجين او تكتب له كاربامازيبين، على الاقل الاثنين دول. يعني ما ينفعش مريض تكتب له كاربامازيبين وهو عنده برونكال ازمه، وانت عارف عنده برونكال ازمه، ولما يجي له الريش تقول يا حرام ده انا كنت ماشي تايتريشن بالراحه ازاي حصل؟ حتى ما حدش هيرحمك لو اتعرضت على حد بيفهم في الطب، مش هيرحمك، هيقول لك انت جاي على عين الرجيك واتوبيك اصلا وتدي له اللابوتريجين. الجدول بتاع التايتريشن بيقلل احتماليه الريش لكن مش بينهيها، لان هي في الاخر هي ليها علاقه يعني دي الراش بتاع الوتروجين تايم ريليتد، برضه مش دوز ريليتد، تايم ريليتد، ليه علاقه بالتايم اللي انت داخل اثناء ما انت داخل هيحصل الراش. انت بتحاول تدخل بالراحه عشان ما يحصلش راش، لكن مش هتقدر تمنع الراش لما انت تبقى ماشي بالراحه. ونفس القصه في الكاربامازيبين مثلا. تمام؟ فهنا الباست ميديكال هيستوري او الجود ميديكال هيستوري مع العين دول مهم جدا. ولذلك لما بتقرا في كتب الحالات زي الكيس فايلز او كده، لما بتلاقي بيعرض لنا الحاله يقول لك
NKDA دائما الاختصار ده موجود يعني نو نون دراج الرجي او NKA نو نون الرجي. لما يكون بيوصف لك مريض عادي يقول لك مريضه كانت مش عارف ايه ومانيكو وبعد كده ديورنج NKA او NKDA دائما تلاقي الاختصار ده في كتب الحالات. لو انت بتقرا كتب حالات زي الكيس فايلز والحاجات دي هتلاقي فيه الاختصار ده. ليه هو بيسال السؤال ده؟ لانه هو عايز يستدل على حدوث الرش بالهيستوري. وارجع للنقطه اللي قلتها في اول الكلمه دي ان انت مع كل ادفيرس افكت ومع كل مشكله لازم تسال نفسك ايه الريسك فاكتورز بتوعك. يعني مين العيان اللي هيحصل له ستيفن جونز؟ مين العيان اللي هيحصل له دريس؟ مين العيان اللي هيحصل له اريثيما بوت؟ مين العيان اللي هيحصل له دراكر؟ مين اصلا؟ يبقى العيان اللي عنده هيستوري تمام؟ العيان اللي عنده هيستوري النت ضعيف طيب ماشي حاضر انا قربت اخلص خلاص ولو في مشكله اعيدها تاني. حاضر يا دكتور. مين العيان اللي عنده مشكله يعني في الهيستوري تخليك تتنبأ اللي يحصل عنده مشكله في الـ في الـ في الراش او في السنسيتيفيتي؟ دي مهمه جدا. يبقى خلصت الحته بس اللي انا عايز اقولها النهارده تمام، ان احنا عندنا اتنين من المشكلتين اللي انا اشتغل مشكله الاورثوستاسيس عموما وده هتعرفه من الهارت ريت والبلاد بريشر تمام، والهارت ريت يعتبر ساين من ساينز اوف هايبرفوليميا اللي هي ديهايدريشن. واحده ثانيه طبعا اللي انت تبص في الميوكوس ممبرينز سواء في العين او في البق او السكين تيرجر بتكون هنا طبعا فوق الكلافيكال مش زي الاطفال هنا تمام. الحاجه الثانيه اللي هقولها موضوع دراج اوبشنز ان انت تعرف التوزيع بتاعته كام في الميه من الجسم وتعرف هو معاه كومبلكس سيمتومز يعني في الجسم سيستميك سيمتومز ولا لا. اتمنى يعني اكون قلت حاجه مفيده وان شاء الله هكمل سلسله في الادفيرس افكتس بتاعت الادويه النفسيه والسيفتي بتاعتها وازاي ناخد هيستوري الريسك فاكتورز بتاعت المشاكل دي قبل ما تحصل. ولو في مشكلة في جودة الفيديو ده أنا تحت أمرك في أي حاجة وشكرا لكم والسلام عليكم.